اعزائي مشاهدي يلا كوره في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من زمسك. منورنا النهارده محمد احمد شوبير، نجله الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير والشقيق الاكبر لمصطفى شوبير. منورنا يا محمد. حبيبي عبد الرحمن، متشكر جدا، انا مبسوط جدا انا معاك في يلا كوره وفي البرنامج بتاعك دمسك. عايز ابدا بيك بقى، للناس ما تعرفوش ان انت كنت بتلعب كوره وان انت لعبت منتخب مصر، عرفنا بيك كده وعرفنا مشوارك مع الكوره. والله بص، انا بدايتي كانت في براعم النادي الاهلي مع الكابتن بدر رجب والكابتن امين عرابي، قعدت حوالي 3 سنين هناك. بعدين جه الكابتن امين عرابي مشاني، فروحت على انبي، كان ساعتها كابتن ايام محمدين وكان مساكني كابتن محمد ابو النصر، قعدت معاهم موسمين. وبعدين روحت وادي دجله، كان مساكني كابتن محمود العارف وكابتن محمد اليماني وكابتن اشرف يوسف وكباتن كتير جدا. قعدت فتره في دجله يعني حوالي 6-7 سنين 8 سنين كمان. بعدين رجعت تاني على انبي، ساعتها برضه متواجد كابتن ايام محمدين وكان مساكني كابتن كريم خالد كامل، قعدت سنه كانت 97. وبعدين رحت راجع تاني على وادي دجله، قعدت في دجله برضه سنه مع كابتن ناصر عبد الحميد، وخلصت دجله. وكان كنا هنبدا فتره الاعداد يعني بتاعت الموسم الجديد وكده. بعدين انا سافرت على ايطاليا، كنت مسافر اجازه كده 10 ايام، سوء حظي الحمد لله طبعا عملت حادثه هناك، دخلت المستشفى هناك شويه وايدي اتكسرت وعيني دي ما كنتش بشوف بيها، وكانت مشكله يعني الحمد لله. بس لما رجعت كانت وقت الكورونا وكنا دجله نزلنا درجه ثانيه، فكان الموضوع بقى صعب جدا لما رجعت. فساعتها كان كابتن رحيم عمرو كان مدير الكوره في نادي النصر كلمني وكده، ورحت النصر، كان مسكنا دكتور خالد غنيم وبدات الموسم معاهم، وكنا ماشيين في الاول بدايتنا كانت كويسه. بعدين النتائج ما بقتش احسن حاجه فغيروها وجابوا كابتن ياسر رضوان، وفضلنا مكملين الموسم. بس انا بقى مشاركاتي ما كانتش كتيره في الموسم ده خالص، والفرقه كانت ماشيه وحش جدا، فحسيت ان الموضوع هيبقى صعب ان انا اطلع تاني دوري ممتاز وان الاقي حته كويسه العب فيها واظهر فيها، محتاج وقت كتير وكده. فانا بحب التدريب يعني، من وانا بلعب انا بحب التدريب جدا جدا جدا، وبقعد اقرا على طول واتابع ومدربين واشوف كل حاجه على الانترنت واعمل الحاجات دي كلها يعني. بس فقررت اتجه للتدريب وخدت دوره في التدريب، والحمد لله دلوقتي بشتغل في زد مع كابتن سيف زاهر ودكتور احمد عبد الله وكابتن علاء نبيل رئيس القطاع، ماسك فرقه هناك مع كابتن محمد عبد العزيز زيزو، والحمد لله يعني راضي الحمد لله. انا بقى عايز يعني اخد من كلامك كده شويه حاجات في النص، انت اول مركزك كان ايه؟ مساك. بتلعب مساك، ليه ما لعبتش حارس مرمى؟ لا كفايه عندنا اثنين. ما حاولتش في بدايتك انت تجرب حراسه المرمى دي خالص؟ خالص ما كنتش حاببها خالص يعني، من واحنا صغيرين حتى في النادي في الاهلي في مدرسه الكوره حتى في كل حاجه، عمري ما فكرت خالص ابقى حارس مرمى. كابتن شوبير ما حاولش معاك؟ خالص بالعكس، سابك. وخلي بالك هو ما حاولش مع مصطفى برضه يعني، مصطفى دي انجلها بقى، دي قصه كبيره انا عارفها. انجلها انا بتكلم بقى معاك انت يعني. لا 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 خالص، انا اصلا ما كنتش حابب ان انا ابقى حارس مرمى خالص، كنت حاسس ان انا ابقى لعيب احسن، ولا كنت بلعب باك ليفت ومساك. ولعبت مساك لحد ما رحت النصر درجه اولى. رحت النصر درجه اولى. حلو، اعتزلت بقى وانت عندك كام سنه او بطلت الكوره وانت 24 سنه؟ بدري جدا. بدري جدا بس انا زي ما قلت لك كان يعني كان خلاص، كنت انا في درجه تانية والدجله كمان اللي هو بيتي يعني، الدجله ده احسن نادي انا لعبت فيه، ناس محترمه جدا يعني، مستر ماجد سامي وكابتن علي ابو كريشه كان في قطاع الناشئين طبعا وقتها، ناس محترمه جدا جدا. بس انا خلاص بقى حسيت ان هو انا كنت بعدت فتره عشان ارجع محتاج وقت، فالموضوع كان هيبقى صعب جدا، هياخد منك كتير، هياخد مني كتير. انت توفر الوقت ده للتدريب بالظبط، ممكن اسالها في حاجه ثانيه يعني، ممكن ربنا ما وفقنيش في الكوره عادي، الحمد لله ربنا وفقني في التدريب، والحمد لله انا في نادي زد يعني مش هبالغ لو قلت احسن قطاع ناشئين في مصر دلوقتي. انت ماسك هناك مدير فني الفريق؟ لا لا، ماسك مدرب مع كابتن زيزو 2012. 2012. الشغل البراعم او ان انت تاسس لعيب صغير صعب؟ صعب جدا طبعا، صعب جدا، عشان انت بيجي لك مثلا لعيبه، هو اللعيب ده مثلا ما لعبش في نادي قبل كده، انت لسه بتعلمه مهارات الكوره واساسيات الكوره، ازاي يقف في مكانه، ازاي بسيب بطن رجله، ازاي بسيب بوش رجله، ازاي يشوط، ازاي يلف، ازاي يتمركز، ازاي يغطي. فالموضوع صعب طبعا، بس الموضوع جميل يعني، انا بحب التدريب بصراحه، فهو الموضوع اللي بيحب التدريب وعايز وبيقرا وبيثقف نفسه على طول وبياخد دورات وكده، لا مش هتفرق معايا اشتغل في اي سن. التدريب اسهل بالنسبه لك ولا اللعب؟
لا هو كده كان فيش احسن من اللعب ده احلى حاجه طبعا بس زي ما قلت لك يعني الحمد لله كده ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. فانت عشان تخش في التدريب لازم تبقى مارست شويه برضو، يعني يبقى عندك برضو الخلفيه، عارف اللعيبه، عارف الدنيا ماشيه ازاي يعني. فالتدريب سهل للاعب برضو شويه. انت الجيل بتاعك مين برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ انا الجيل بتاعي محمد محمود، احمد عاطف، احمد ريان، محمود مرعي، مرموش، ومحمد رضا، ناس كتير قوي، محمود فيليكس، صلاح محسن، محمود جاد، اسامه جلال، جيل ال 98 وال 97، جيل 98 97، احمد حمدي. لا كل الجيل ده مع بعض على طول بقى في المنتخب وماتشات ضد بعض، واخواتي واصحابي وكل حاجه. انت كمان ضميت للمنتخب 98؟ انضميت للمنتخب 98 مع الدكتور جمال محمد علي. عايز اروح بيك يعني او ارجع بيك تاني للنادي الاهلي. انت لما مشيت من النادي الاهلي ما حاولش كابتن شوري يتدخل انت لسه موجود في النادي الاهلي، او ان يبقى في بوش كده في ظهرك او الكلام ده كله؟ ما هو لو كان في بوش من الاول ما كنتش همشي من النادي الاهلي زي ما الناس فاكره يعني. يعني انا دلوقتي يا محمد احمد شوبير بس ما مشوني من الاهلي. الكابتن امين عربي مشاني من الاهلي، ايه المشكله؟ الكابتن شوبير عمل حاجه؟ لا خالص، بالعكس رحت انبي بعدها، بعدين رحت دجله، بعدين رجعت انبي تاني، بعدين رحت اي دجله، بعدين رحت النصر. فمفيش اي تدخل من الكابتن احمد شوبير في الموضوع ده خالص. ولو كان في تدخل هيبقى في ايه بالظبط؟ عشان الناس فاهمه غلط برضو. الناس بتقول لك واسطه ومش واسطه، يعني لو في واسطه ما كنتش همشي من النادي الاهلي مثلا. الناس فاكره كده. عانيت شويه وانت بتلعب في الناشئين بالذات بسبب كده؟ عانيت في الناشئين وفي درجه اولى وحاجات كتير طبعا، بس انا ليا الشرف طبعا ابن كابتن احمد شوبير. يعني انا ممكن احكي لك موقف كده. مدرب كان ماسكني كده بدون ذكر اسامي يعني. فين؟ بلاش بقى النادي بس. بلاش. فالمهم ناداني كده وقال لي انت عارف كنتش بلعب معاه خالص، قال لي انت عمرك ما هتلعب معايا. فبقول له ليه يا كابتن بس؟ قال لي عشان الكابتن شوبير انا عنده صف تاني وما بيشغلنيش وبتاع، وانا مش عنده صف اول. قال لي انت عارف انا عند الكابتن صف اول، انت هتلعب معايا كل الماتشات. والله ماشيين ولا درجه اول؟ ما بلاش اتكلم بقى يعني، حلو قوي كده. طب وانت رد فعلك ساعتها كان ايه؟ رد فعلي مصدوم يعني، هو انا مالي؟ وبعدين اصلا الكابتن ماله؟ دي مش شغلة الكابتن، وحاجة ما حدش يعني مش بتاعت حد أصلا يعني، بتاعتك أنت كمدرب، أنت شاطر ربنا يكرمك وتشتغل في حتة كويسة. بس إن أنت تقول لي كده لولد أو لأيا كان للاعب عندك سواء سنه كبير أو سنه صغير، الموضوع صادم يعني. أنا مهما اجتهدت في التمرين ومهما عملت اللي عليا أنا برضو بره خالص يعني، اللي هو بيهمدك وبيحطمك تحطيم مش طبيعي. ورد فعل كابتن شوبير كان إيه؟ أكيد حكيت. لا ما حكيتلوش طبعا يعني، لغايه دلوقتي ما كانش يعرف اي حاجه. طبعا اتفاجئ يعرف هو على الهوا دلوقتي بقى لما الحلقه تتذاع. ليه ما حكيتش؟ لا ما هاش لازمه اصلا، اقول له هضايقه وهو ما هاش لازمه يعني، هيعمل ايه؟ ومع ذلك برضو كملت وحاولت تقف على رجلي. كملت طبعا، حاولت اقف على رجلي وبتاع، بس زي ما قلت لك كل شيء اسمه نصيب الحمد لله. حسيت بده برضو مع منتخب مصر لما انضميت؟ لا والله يعني الدنيا كانت كويسه بصراحه، الناس كانت كويسه، دكتور جمال محمد علي كان فير جدا بصراحه، كانت الدنيا ماشيه كويس بصراحه. بس احنا ربنا ما وفقناش، خرجنا بدري من التصفيات، بس الحمد لله يعني. طموحاتك الفتره اللي جايه بقى في التمرين في التدريب؟ ان شاء الله ابقى مدرب منتخب مصر. ده تطمح ليه طبعا؟ النادي الاهلي في حساباتك؟ ده حلم لاي حد طبعا، وشرف كبير جدا 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 لاي حد. ليه ما حاولتش تبدا بدايه التدريب في النادي الاهلي؟ ولا الموضوع اللي كنت محتاج ستيبس كتير قبل ما توصل؟ مش ستيبس كتير برضو قوي، على قد ما انا دلوقتي يعني في نادي كبير، نادي زاد، نادي كبير جدا، واحنا عندنا في قطاع الناشئين عاملين نتائج وعاملين واخدين بطولات وعاملين مصنف دلوقتي، مصنف جدا جدا. احنا مطلعين 2 لعيبه لحد دلوقتي بره، وفي 3 كمان ان شاء الله في الطريق يعني. عندنا محمد هيثم بيلعب في فيتوريا في البرتغال، وعمر خضر راح استون فيلا. ما افتكرش ان في نادي بيتولد كبير كده اللي هو في ظرف 3 سنين بالظبط يطلع لاعبين كده على اعلى مستوى في اوروبا. بما انك موجود في قطاع الناشئين في زد، ايه مميزات عمر خضر؟ الناس كلها بتتكلم عليه وانه طلع في الدوري الانجليزي في سن صغير، فاكيد ليه مميزات كبيره جدا تؤهله للخطوه دي. ما شاء الله المنتاليتي عنده عاليه جدا، موهوب محترم، بيفكر كويس، مش لعيب بتنك يعني. هو في استون فيلا وبرضه بيتمرن مع زمايله في النادي، بيروح عادي جدا قبل اي واحد، ملتزم جدا بقرارات المدرب. حتى هو في استون فيلا صحابه اللي معاه مفيش تاخير، مفيش غياب،
مفيش مشكله حصلت من ساعه ما عمر خضر دخل النادي. بصراحه الولد ملتزم جدا 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 وربنا يكرمه ان شاء الله يعني في نادي فنيا بقى مميزاته فنيا لا مهاري جدا يعني ما شاء الله عنده موهبه يعني هيعدي الناس كلها يعني ان شاء الله كمان يوصل الليفل بتاع صلاح. هو كمان طالع بدري وهو فنيا يعني ممكن يكون اعلى من اعلى كواليتي اللي في مصر في ال 20 سنه الاخرانيين دول. لا 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 لعيب خطير يعني ان شاء الله. انا عارف ان علاقتك بحسام غالي كبيره جدا 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 بعايز اتكلم معاك عن علاقتك بحسام غالي وانا عارف ان انت بتعتبره كمان اخ كبير لي. طبعا طبعا يعني كابتن حسام غالي ده بالنسبه لي يعني مثلي الاعلى واخويا الكبير يعني انا على طول لازم قبل اي حركه بعملها وقبل اي خطوه بخطيها بكلم الكابتن حسام وبقعد معاه واخد رايه واخد خبراته وهو بصراحه شخصيه يعني من انضف ما يكون بصراحه ما بيتاخرش عني في اي حاجه وعلى طول بيكلمني ويقف جنبي ويساندني كل مسانده بصراحه. بيتكلم معاك في موضوع التدريب ده ان انت تبقى اكثر تطورا كل خطوه عن الثانيه. طبعا انا اصلا اتكلمت معاه في موضوع يعني بتكلم يعني لما جيت استشيره وبرده في حاجات في التدريب وكده هو فادني كتير بصراحه فيها جدا يعني. هتاخد دراسات تانية في التدريب او دورات تانية؟ ان شاء الله ناوي اسافر الفتره الجايه دي خلال شهرين او كده اخد دوره بره ان شاء الله. انت خريج اعلام؟ انا خريج اعلام اذاعه تلفزيون. ما بتفكرش بقى انك تخش الكارير الاعلامي؟ وارد والله لا بفكر جدا بس انا دلوقتي مركز في التدريب ولو في فرصه جت اعلام كويسه اخش فيها لان انا دارس الحمد لله فان شاء الله يعني لو في فرصه كويسه في الاعلام هخش فيها يعني ان شاء الله. ما شاء الله عيله كابتن شوبير كلها في الاعلام الكابتن وفي هند شوبير وفي سلمى شوبير. عندي هند شوبير كبير مخرجين مع الكابتن على طول خريجه اعلام برضه وسلمى شوبير كانت بتقدم برضه برنامج مع كابتن سلمى كانت بتقدم برنامج برضه لوحدها في الراديو. انت بقى عايز الخطوه دي برضه تبقى انت موجود فيها لو جت حاجه كويسه؟ لو جت حاجه كويسه انا تمام بس انا دلوقتي يعني مركز اكتر في التدريب وان شاء الله يعني يخش الاعلام الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد كل عيله بيبقى فيها جندي مجهول معلوم، انتوا العيله اللي عندكم مين الجندي المجهول المعلوم فيها واللي دايما سبورت ليك؟ ماما طبعا طبعا على طول مفيش كلام طبعا ماما يعني هي كل حاجه يعني بتساندنا بصراحه كلنا مش انا ومصطفى بس والكابتن وهند وسلمى وكلنا يعني ربنا يخليها لينا بجد والله اللي بتعملوا معانا. بتاخد دايما بنصايحها بيبقى عندها بعد النظر في بعض القرارات؟ ما باخدش بنصيحتها دايما بس في الاخر بتطلع هي صح على طول. لازم تاخد القرارات من دماغك انت. لازم اخد القرارات غلط على طول وبعدين هي تقول لي شفت. بس القرار الغلط ده بيعلمك برضه حاجات طبعًا كتير طبعا خبرات طبعا خبرات في الحياه طبعا. نروح لقوفا شويه؟ نروح لقوفا طبعا شويه. قوفا دلوقتي بقى رقم 2 في النادي الاهلي بعد رحيل علي لطفي. الخطوه دي بتقربه وبتقرب كمان حلمكم مع ان انتوا تشوفوه الحارس الاساسي للنادي الاهلي؟ طبعا يعني ده حلم كبير طبعا ان قوفا يبقى حارس النادي الاهلي الاساسي. طبعا هو حاجه كويسه جدا ان هو يبقى يعني احتياطي للكابتن محمد الشناوي جون منتخب مصر جون النادي الاهلي كابتن يعني بصراحه كمان الكابتن الشناوي مع مصطفى كمان يعني على طول في ظهره ويسانده وما بتاخرش عنه في اي حاجه وعمل ماتش كويس على طول اول داعم ليه كابتن محمد الشناوي على طول بصراحه يعني الراجل ما بيسيبش مصطفى ثواني. انا بسالك ده ان انا عارف ان انت دايما خطوه بخطوه مع مصطفى على طول طبعًا. في الماتشات على طول قريب طبعًا. منه قريب كمان من لعيبه النادي الاهلي يعني انت على طول جوه الزون بتاعه الفرقه ودايما في ظهر مصطفى ده اللي بيخليني اسالك الاسئله دي. مصطفى انت كنت هتحكي لي حكايه بدات معاه في الاول كان هو ما كانش حارس مرمى. مصطفى ما كانش حارس مرمى اصلا خالص كان لعيب. مصطفى على فكره لعيب حريف قوي. كان بيلعب ايه مركزه؟ كان بيلعب وينج. وينج رايت ولا ليفت؟ وينج رايت لعيب حريف ويرقص وينطط بدا كده بدا كده هو لعيب كوره مش طبيعي. ايه اللي رجعه ورا كل ده؟ هو كده بقى طلبت معايا في مره انا عايز جوانتي انا عايز اقف جون. بس طبعا الكابتن ساعتها كان اخر انبساط احسن جوانتي هيجي. هو اصلا يعني الكابتن ولا حتى قال له يقف ولا اي حاجه. مصطفى كان لعيب عادي جدا في البراعم بدا في البراعم مع الكابتن بدر رجب والكابتن امين عرابي في الاول خالص اول ما بدا وكان عادي جدا يجيب اجوان عادي جدا عادي جدا وبعدين هو ما كملش خالص ده هو على طول لبس الجوانتي وقال لك انا عايز اقف جوه بس كده على طول. وبدات كان عنده كام سنه ساعتها؟ لا كان عنده حوالي مثلا 5 سنين كان راح اصلا ما كانش لسه حتى الفرقه بتاعته اتعملت في النادي يعني هو مصطفى 2000 لما راح ما كانش حتى لسه في مواليد 2000 في النادي وبدا قال لك انا حارس مرمى بدا قال لك انا حارس مرمى اتاثر كتير وتعرض لانتقادات كتيره جدا 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 طبعا
عشان اسمه بس من غير ما الناس حتى تبص على مستواه. هو دايما في قطاعات الناشئين كان مكسر الدنيا للناس اللي متابعه على طول موجود في منتخب مصر، لكن هو كان بيتعرض لانتقادات كبيره جدا، وانتوا اكيد كنتوا بتشوفوا الكلام ده، كنتوا تصرفوا معاه ازاي وهو نفسه كان بيتعامل مع المواقف دي ازاي؟ بص هو الحمد لله يعني مصطفى ربنا يعني مديله ثبات انفعالي كويس جدا ويعرف يتعامل مع الضغوطات كويس قوي. فانت كنت بتضغط ضغوطات مش طبيعيه والناس كلها بتتلكك لك على الواحده، يعني مصطفى مثلا لو هو واقف جون ومثلا دخل فيه جون عادي جدا هيقول لك بص مصطفى بص دخل فيه جون عامل ازاي، بص عامل ازاي دي تخش فيه مش عارف ايه. في نفس الوقت لو واحد مثلا واقف في الجون ايا كان اسمه مثلا احمد محمد مثلا دخل فيه الجون ده عادي جدا ولا اي حاجه، عشان ده طبيعي فعلا، ما هو طبيعي يعني انت حارس مرمى يخش فيه الجون تقلش في واحده، نوير كاسياس كورتوا اي حد بيغلط ده طبيعي. بس الحمد لله مصطفى يعني لما جات له الفرصه لعب والحمد لله يعني اثبت وجوده، والحمد لله كان تحدي كبير قوي نهائي افريقيا انت تلعب استاد 80,000، والحمد لله يعني تثبت ان انت قد المسؤوليه ويكون ليك دور الحمد لله في البطوله، دي حاجه برده ما بتجيش من الفراغ. اكيد طبعا. يعني دخل الماتش ده ازاي اصلا بقى وهو عارف ان هو خلاص الحارس الاساسي في الماتش ده وفي نهائي افريقيا، دخل الماتش ده ازاي؟ طقوسه كانت عامله ازاي؟ وانتوا تعاملكم معاه كان عامل ازاي؟ لا احنا ما كانش لينا اي تعامل معاه خالص، ولا الكابتن ولا ماما ولا اي حد خالص. ولا انت؟ ولا انا خالص، ما ينفعش اكلمه، ما ينفعش اشتته، ما ينفعش اجي جنبه خالص. انت احنا لحد قبل الماتش بيوم مش عارفين مصطفى يلعب ولا لا. في وفي بس مش عارفين برده، وما ينفعش فينا حد يكلمه برده، يعني انت لازم تركز انت بقى مع نفسك. الحمد لله يعني لعب قبلها كان بروفا ماتشين، كان طلع الجيش وسيراميكا صار بشكل كويس جدا الحمد لله، وكانت اصابه في عينه كمان ماتش طلع الجيش بتاع اسلام محارب دي، وكانت عينه قافله خالص، بس ربنا الحمد لله هو النصيب يعني ان هو الحمد لله يلعب ويأدي بشكل جيد، وملعب مليان والجمهور كله بيهتف شوبير شو، انا جسمي اشعر وانا في الاستاد. كنت موجود في الاستاد؟ موجود في الاستاد طبعا، مفيش ماتش الحمد لله مصطفى لعبه غير ما كنت موجود، والحمد لله يعني وش حلو عليه، كان الجمهور كله هو بيهتف شوبير 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 شوبير، طبعا حاجه فخر. البيت عندك كان عامل ازاي وكابتن شوبير كان عامل ازاي؟ اظن ده كان حلم كبير جدا ان هم يشوفوا مصطفى في الموقف ده وفي الوضع ده وهو بيلعب والاستاد متقفل وبيلعب ماتش كبير في نهائي افريقيا والجمهور بيهتف باسمه. لا طبعا اكيد ماما كانت متوتره جدا، بس انا الحمد لله ما كنتش معاهم، انا كنت في الاستاد، هم بقى كانوا في البيت بقى بيتفرجوا مع بعض، بس اكيد طبعا كانوا اكيد طبعا. كان الاسبوع اللي قبل الماتش ده بقى يجي يخش اوضته محدش بيتكلم معاه خالص خالص مفيش كلام، بنتكلم في كل حاجه وننزل نتغدى وبتاع، ما بنجيبش سيره الكوره اصلا. زعلته ان هو ما كانش موجود في ماتش العوده وكان من ضمن الناس اللي بره السكور؟ لا طبعا يعني هو كان الترتيب وقتها كابتن شناوي كابتن علي وبعدين اوف، فساعتها كابتن شناوي رجع وكان جاهز 100% وبرضه ما تعرفش الخير فين الحمد لله. وعلي لطفي برضه رجع ورجع طبعا السوق. طبعا 100% فلا طبعا حاجه ما تزعلش اي حد خالص. في موقف جميل ما بين الشناوي ومصطفى لما لبسوا الميداليه بتاعته. لا موقف حلو جدا طبعا، ده بيدل على ان العلاقات كويسه، في تنافس جوه الملعب ده شيء طبيعي وشيء مشروع، لكن بره الملعب زي ما بيقولوا النفسيه صافيه لكل لعيب، وده اهم حاجه في جدا اللبس. اصل هو الشناوي مش مطالب ان هو يعمل حاجه زي كده ولا يديله ميداليه ولا بتاع، لا ده بياخد صغير وبيديله ميداليه وبيفرحه وبيقول له انت جزء من البطوله، فيعني حاجه طبعا تحسب لكابتن الشناوي طبعا. صورته مع نوير بقى لما راح كاس عام للانديه وخد الجوانتي ممضي عليه من نوير، معلقه في اوضته دلوقتي في برواز، محدش يقدر يجي جنبه، محدش يقدر يجي جنبه. في برواز ضد الرصاص. هو مين مثله الاعلى؟ مثلا نوير طول عمره مثلا الاعلى نوير، كان مبسوط لما جدا شاف مثلا الاعلى، يعني هو لعيب زيه في ماتش، فهو يعني كانت حاجه يعني جميله جدا طبعا. فعلا الكلام اللي بيتكلمه كابتن شوبير دايما على اوفا من انتظام، من انضباط داخل الملعب وبره الملعب، من جوه البيت الطقوس اللي هو كان بيتكلم عليها، فعلا اوفا بيعمل ده؟ بص هو الحمد لله يعني من غير كلام كابتن شوبير او بكلام اي حد، هو الحمد لله هو مستواه نفسه لما لعب اثبت هو عامل ازاي، فاكيد اللعب وكرم ربنا والمجهود ده والتصديات دي الحمد لله كل الحاجات دي هي بتبين ان هو ملتزم ومنضبط والنوم بدري والكلام ده كله، يعني دي حاجات بتتثبت مع بالدليل، يعني مش كلام بس، يعني هو دليل بيقدمه الحمد لله ان هو
منضبط وملتزم الحمد لله. انا عارف ان انتوا كنتوا قريبين جدا من رمضان صبحي وكنتوا من المقربين كمان، لسه العلاقه دي موجوده لغايه دلوقتي على المستوى الصداقه؟ رمضان طول عمره طبعا يعني صاحبنا من زمان ومعانا في قطاع الناشئين من زمان، من الاهلي من براعم يعني، واحنا عندنا 6-7 سنين والعلاقه كانت برضو اسريه الى حد ما. رمضان كان دايما عندكم كنتوا بتسافروا مع بعض؟ كنا بنسافر مع بعض ساعات كده، بس العلاقه ما اتاثرتش خالص، بالعكس يعني رمضان لما نشوف اي مناسبه اي حاجه لا حبيبنا طبعا وبنقعد معاه ومفيش اي مشكله وننزل نخرج عادي مفيش اي مشكله خالص طبعا. كابتن شوبير الاعلامي اثر شويه على اوفا جوه النادي الاهلي من اخبار يطلع والاخبار في النادي الاهلي بيتكلم مثلا على لعيبه ان هو ماشي لعيب جاي، ده كان اللعيبه ممكن تزعل من مصطفى؟ اقول لك انا على حاجه، من قبل ما مصطفى يتولد اصلا وكابتن شوبير بيجيب معلومات من جوه النادي الاهلي نفسه بالتشكيلات بالاخبار وبكل حاجه، فمعلش يعني مصطفى بالنسبه للكابتن يعني معلش ولا حاجه بالنسبه للمصادر بتاعت الكابتن شوبير، فهو يعني كل مصادر الكابتن شوبير واخباره والكلام ده كله. انا بسالك السؤال ده لان انا عارف ان انت ومصطفى انتوا اخواته قريبين جدا من بعض، فبيبقى في حاجه بيجي يحكيها لك انت على طول. ايوه بس انا طبعا يعني اصلا مفيش كابتن مش طرف اصلا في مواضيع الاهلي دي خالص ولا اي حاجه، حتى انا برضو مصطفى يعني ما بعرفش منه برضو حاجات الفرقه طبعا. هو قال لي في مره كابتن شوبير مستنين انا عشان اقول له خبر ولا اقول له تشكيله ولا انا اصلا حاجة. حتى مصطفى ما ينفعش اصلا يقول حاجه زي كده، ولا ينفع اساله اصلا في حاجه زي كده تخص النادي او كده، وهو فاصل نفسه خالص. هو فاصل نفسه خالص، وبقول لك يعني حتى مصطفى هو مش موجود، حتى مصطفى لما جات له الغضروف دي برضو الاخبار برضو هو بيجيبها، الكابتن منتخب مصر بيجيب القايمه بيعلن عنها فاهم، فمصطفى مش بالنسبه له مش طرف خالص طبعا طبعا مش طرف. عايز اتكلم بقى عن كابتن شوبير، الناس كلها عارفه كابتن شوبير الاعلامي، لكن لما اجي اسالك انا عايز كابتن شوبير الاب والانسان، تعمل معاكوا ازاي جوه البيت؟ نصايحه ليكوا عامله ازاي؟ لا بص، هو كابتن شوبير بصراحه الاب حاجه جميله جدا، يعني بغض النظر ان هو عنده ضغط شغل وما بينامش والكلام ده كله، بس لازم مخصص وقت للعيله، ننزل نتغدى مع بعض على طول، نقعد نتغدى مع بعض في البيت. انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن شوبير نفسه لما يبقى هو نفسه بيقدم لنا نصايح برضه بيسالنا برضه، مثلا لو هو داخل على خطوه جديده داخل على حاجه جديده بيعمل اجتماع في البيت بنبقى قاعدين كلنا البيت كله وياخد راينا ويتشاور مع مجلس اداره مع مجلس اداره مفهوش ديكتاتوريه خالص خالص، وبياخد راينا كلنا وبعدين بيدينا نصايح، وبعدين مثلا يدينا نصيحه ما اسمعش كلامه خالص واقول له انت غلط، وفي الاخر ارجع اقول له على فكره انت كنت صح. وبياخد رايكم يعني ممكن ياخد مثلا راي يعني مصطفى باعتباره اصغر حد فيكم ممكن ياخد برايه ووجهه نظر؟ طبعا اخواتي البنات وامي وانا صراحه ديمقراطي جدا في البيت جدا. طقوسه ايه في الماتشات بقى؟ طقوسه في الماتشات؟ لا انا ما بحبش اتفرج معاه على ماتشات. انا ما بحبش اتفرج، هو راجل اهلاوي كابتن نادي الاهلي برضه، فهو معجون بالاهلي طبعا ما اقدرش. انا عايز اعرف منك بقى ماتش اهلي وزمالك انتوا اتنين اتفرجتوا عليه في البيت كان عامل ازاي؟ اهلي وزمالك القاضية؟ اي القاضية كنت مع بعض؟ القاضية كنا مع بعض. ايه اللي حصل فيه؟ لا حصل يعني كنا مبسوطين طبعا الحمد لله، يعني كانت حاجة كويسة طبعا. عيلة اهلاوية خالصة بقى وهي بتتفرج على الماتش ده. طبعا الحمد لله طبعا فرحة كانت جميلة في البيت وكده، بس يعني على قد ما الكابتن شوبير برضو اهلاوي قوي بس هو حيادي جدا في الاعلام. يعني انت لما تشوفه هو بيتكلم عن الاهلي عن الزمالك عن الاسماعيلي عن كل حاجة، سيبك ان هو اهلاوي وهو طبيعي يبقى اهلاوي عشان هو كان كابتن نادي الاهلي برضه ومنتخب مصر اطول كابتن في تاريخ الاهلي ومنتخب مصر والكلام ده كله من ناشئين الاهلي من هو عنده 17 سنه من النادي الاهلي، فطبيعي. لكن انت بتتكلم كاعلام وكمهنيه، لا انت بص على اخبار الزمالك الاسماعيلي المصري الاتحاد المحله حياديه حياديه تامه. لما بتبقوا قاعدين في البيت مثلا والاهلي يخسر بيبقى المود بتاعه عامل ازاي؟ لا يعني على حسب برضه، على حسب الماتش، على حسب الدنيا ماشيه ازاي، على حسب اللي جاي الماتش اللي بعده، على حسب ايه اللي حصل يعني عادي. عايز اخدك بقى لصورتك انت مع روبرتو كارلوس. انت كنت تلعب باك ليفت فاكيد انت كنت شايف ده في حته تانيه بالنسبه لك طبعا مثل اعلى ليه. مش مصدق ان انا شايفه اصلا روبرتو كارلوس. ما فيش حوار دار ما بينكم؟ لا قعدنا مع بعض شويه، كنا في الساحل الشمالي كان في ايفنت عامله معمول، فكنا في بيت يعني حد صحابنا وهو كان روبرتو كارلوس موجود وكان داكو موجود وكان في كذا ليجند موجود يعني، بس قعدت معاه اتكلمت معاه ظريف جدا، بقول له انا بحبك انت احسن باك ليفت في التاريخ طبعا، قال لي شكرا وقلت له انا بلعب باك ليفت انا كمان ومساك وبتاع لي جود لك وكده، ولذيذ جدا بصراحه يعني. عايز اختم معاك بحاجه قبل ما نروح لفقراتنا التانيه بقى عن طموحك الشخصي بقى.
بره الكوره وجوه الكوره عايز توصل لايه؟ انا زي ما انا قلت لك انا الحمد لله دلوقتي ماشي بخطوات كويسه جدا في التدريب، وطموحي ان شاء الله مدرب منتخب مصر او مدرب النادي الاهلي، ده حلم وشرف طبعا لاي حد، وان شاء الله احققه في يوم من الايام. انا لسه صغير وبدرس واخد خبرات اكتر، فان شاء الله يعني مع الخبرات الكتيره والسنين الكتيره ان شاء الله يكون ليا نصيب في الاهلي او في منتخب مصر. مين افضل لعيب في مصر حاليا؟ لا في كذا حد. عايز واحد بس. عايز واحد بس. صعبتها عليا كده. فاجئتك دي بقى المفاجأة. فاجئتني فعلا. لسه هفاجئك اكتر في الفقرتين الجايين. مين احسن لعيب في مصر؟ كوتش زيزو. مين افضل مدرب في مصر؟ افضل مدرب في مصر علي ماهر. مين افضل حارس مرمى في مصر؟ محمد الشناوي. مين افضل مدافع في مصر؟ محمد عبد المنعم. افضل مهاجم في مصر؟ كهربا. ان كهربا اصلا يعني مش مهاجم، هو الراجل وظفه في الحته دي ومشي. بس شوف لما كهربا لعب دوري ابطال افريقيا خد هداف دوري ابطال افريقيا، وما كانش بادئ السنه كمان معاهم يعني من الاول مع الاهلي، فان هو يرجع ويبقى هداف دوري ابطال افريقيا ويجيب الاجوان دي كلها. وخلي بالك كهربا تقريبا تاني اكتر واحد جايب اجوان مع كولر بعد محمد شريف. بعد شريف. بتحب شيكابالا؟ جدا حبيبي طبعا طبعا. بالنسبه لك برضو من اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ مصر؟ مش بالنسبه لنا كلنا مفيش اختلاف على شيكابالا. وكمان شيكابالا كشخصيه انا اعرفه شخصيا، كمان شيكابالا حبيبي جدا يعني، كنت لسه شايفه من اسبوعين ثلاثه وبنقف وبنتكلم وحبيبي جدا شيكابالا. لا وحبيبي الكابتن برضو مصطفى كلنا. لا 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 شيكابالا حبيبنا طبعا. في علاقه ما بينكم بقى يعني بره الكوره؟ لا علاقه شخصيه كده انتوا كلكم بتحبوه. حبيبنا جدا طبعا شيكابالا. تتكلم معاه؟ بتكلم معاه طبعا. وعمر جابر برضو حبيبي جدا طبعا. ما قلتوش ما جيتش الاهلي ليه يا شيكا؟ لا ما اتكلمش معاه في الحاجات دي خالص، ولا اتكلمش معاه في كوره ولا بتكلم معاه في الكلام ده خالص. احنا اصحاب على المستوى الشخصي. عايز اتكلم معاك برضو عن القريبين مين منك من لعيبه الاهلي، مين من اللعيبه قريبين منك قوي؟ عبد المنعم قريب مني جدا. علي لطفي قبل ما يمشي طبعا حبيبنا. هو جالك زد؟ اه جالي زد. لا في كتير في الاهلي طبعا كتير. محمد هاني طبعا. ناس كتير. جاهز للاسئله الثانيه؟ ربنا يستر. في اسئله سريعه بقى وفي فقره نغمي لك فيها عينك ونعرف احساسك ايه. اما نشوف. يلا بينا. يلا بينا نروح للفقره الثانيه مع تيكو شوبير. بص بقى الفقره دي اسالك سؤال هتجاوب عليه باجابه وهتسحب الورقه وهنشوف احساسك ايه بقى، انت كنت بتقول الصح ولا بتقول كده وكده؟ صح 100% طبعا. وهنشوف احساسك بقى وفي الاخر هتقول لنا الكلام بتاعك ده صح بنسبه كام في الميه؟ 100%. جاهز؟ جاهز ان شاء الله وربنا يستر. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الساحل الشرير بصراحه. استنى بقى عشان اقول لك اسحب ورقه. سلام عليك وعلى احساسك. ملتزم ولا خاربها؟ ملتزم جدا طبعا. في الساحل الشرير؟ ملتزم طبعا. الله عليك. استنى ارفع ورقه. تحب النوم ولا بتحب السهر؟ بحب النوم جدا طبعا. ثانية واحدة. براحتك خالص. ارفع ورقة. يا سلام عليك وعلى احساسك. شيل. يا لهوي ده ولا واحدة صح. الساحل الطيب بتحب السهر وخاربها؟ لا 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 تعمل التلاتة؟ ما عملتش الكلام ده خالص. خالص. الكلام ده كله غلط. طب احساسك كده صح بنسبة كام في المية؟ احساسي؟ كده صفر. كده صفر ما فيش خالص. جاهز للفقره الثالثه؟ يلا بينا. مش هتفكر اسئله سريعه وتجاوب على طول. ربنا يستر. يلا بينا نروح للفقره الثالثه مع محمد شوبير. جاهز للاسئله السريعه؟ جاهز. ما تفكرش. ماشي نجرب. احمد شوبير ولا مصطفى شوبير؟ مصطفى شوبير. مصطفى شوبير طبعا. احمد شوبير ولا مصطفى شوبير؟ احمد شوبير. حسام غالي ولا يوسف الشريف؟ حسام غالي. طيب بالوصيه ولا اللعبه؟ اللعبه. طب وسيم ولا موزو؟ وسيم. محمد الشناوي محمد رمضان؟ محمد الشناوي. امير قرار ولا عمرو السوليه؟ عمرو السوليه. محمد عبد المنعم ولا ميدو مشاكل؟ ميدو مشاكل. عبد المنعم. ميدو مشاكل طبعا. طب اليسا ولا اصاله؟ اليسا. احمد عبد القادر ولا احمد فهمي؟ احمد فهمي. احمد فهمي؟ احمد صلحتها. خالد عبد الفتاح ولا علي ربيع؟ خالد عبد الفتاح طبعا. اسقس ولا قفشه؟ اسقس. كهربا ولا رامز جلال؟ كهربا. طب احمد حلمي ولا منى زكي؟
احمد حلمي. طيب ويجز ولا طاهر محمد طاهر؟ ويجز. انطار محمد طاهر. اه ده كده خلاص ما فيهاش احتفالات تاني دي. لا لا. طب روبي ولا شاكيرا؟ روبي. حسن شاكوش ولا رضا البحراوي؟ البحراوي. هتحب البحراوي؟ طبعا. طب غني بقى للبحراوي. اغني اقول ايه؟ غني اللي انت عايزه للبحراوي. طب انا مش هكلمك إيه؟ عشان انا اللي معلمك. امام عاشور ولا الناظر عاشور؟ عاشور عاشور عاشور. امام عاشور طبعا. تحبش الناظر عاشور؟ احب الناظر عاشور بس امام عاشور اهلاوي. والناظر عاشور ما اعرفش بقى. مو صلاح ولا محمد صلاح؟ مو صلاح. طب ليه ما اخترتش محمد صلاح؟ هو مو صلاح لايق اكتر. لايق اكتر. اسرع كده. رانيا يوسف ولا غادة عبد الرازق؟ رانيا يوسف. سعاد حسني ولا هند رستم؟ هند رستم. طب اسامه جلال ولا رمضان صبحي؟ اسامه جلال. هنا الزاهد ولا منى فضالي؟ هنا الزاهد. طب رحاب الجمل ولا حمزه الجمل؟ احمد الجمل. حلو. حماية ولا عمرو دياب؟ عمرو دياب طبعا. طب حسين الشحات ولا خالد النبوي؟ حسين الشحات. ربنا يسامحنا على الكلام ده. انت هتحاسب خلي بالك. اشد الحساب طبعا. طيب امينه خليل ولا امان العاصي؟ امان العاصي. طب دره ولا ياسمين صبري؟ دره. كابتن محمود الخطيب ولا الفنان عادل امام؟ كابتن محمود الخطيب بدون تفكير. مفيش كلام. بيبو واحد بس. بيبو طبعا مفيش كلام. تيكو انت نورتني وشرفتني، واتمنى ان احنا كده نبقى عملنا حلقه خفيفه والناس اللي بتتفرج عليها تبقى مبسوطه، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في حياتك الفتره اللي جايه. حبيبي عبد الرحمن ربنا يخليك. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك في يلا كوره وفي البرنامج بتاعك دمسك، وربنا يكرمك ان شاء الله. وشكرا عبد الرحمن.